السلام عليكم، صبحكم الله بكل خير. صلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. من قرية زندامث اليوم الثاني، اليوم باخذ جولة في ضواحي امستردام، في القرى اللي حول امستردام. راح اعطيكم اسماء المواقع اللي راح اجيها ان شاء الله. قطايب التمور عندهم يا اخوان السكري المحشي، والله هو لذيذ. لو تدخل موقعهم وتطلبون او تمر اي فرع، والله ما تندم على السكري المحشي هذا. وبداية الجولة اليوم في قرية زانز شانس، تطلق قرية الطواحين، قريبة من امستردام تقريبا 20 كيلو. ممكن تجيب الباص، ممكن تجيب سيارة، ممكن تجيب المترو. فيها متحف، فيها مصنع عجبان، المنطقة جميلة صراحة، تقضي فيها 3 ساعات 4 ساعات. ناخذ بكم فيها جولة إن شاء الله. في زانس شان أكواخ كثيرة، عبارة عن متاجر ومحلات تحف وآيس كريم ووافل، كل شيء صراحة. اللي يجي امستردام ولا يزور القرية هذه فوت نص الرحلة. أنا بطلع فوق عند الطاحونة. مصنع الجبن في القرية، متميز الجبن الهولندي، معروف الجبن والوافل تميزون فيه الهولنديين. طيب، نتكلم عن أهم موضوع، أكثر موضوع عليه سؤال، موضوع الإنترنت في أوروبا. موضوع مهم جدا، وأي واحد بيسافر أرسلوا له السنابات هذه، تفيده كثير ترى. الواحد أحيانا يروح كذا دولة في أوروبا ويأخذ شريحة ما تشتغل، وكل دولة يروح يأخذ منها شريحة، فيها معاناة. الآن في تطبيق إير ألو تشترك فيه في أوروبا، جميع أوروبا يشتغل فيها، تشترك فيه قبل لا تجي من السعودية أو من أي دولة تجي منها، تشترك فيه وتفعل من أول ما توصل يشتغل معك على طول. يعني أشتغل معي في فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا، ولا فكرت في إنترنت ولا شيء، من أدخل دولة يشتغل دايركت. الآن بشرح لكم عن التطبيق وبشرح لكم كيف تثبت البيانات في الجهاز. طيب، نشرح التطبيق من الداخل. هذه واجهة التطبيق، طبعا تختار بطاقة محلية إذا أنت بتروح دولة واحدة، أو بطاقة إقليمية إذا أنت بتروح كذا دولة. أنا اخترت إقليمي اللي في كذا دولة في أوروبا، اختار أوروبا. هنا يطلع لك البيانات وأسعارها. أنا بأخذ 5 جيجا ب$20. يقول لك التغطية 39 دولة، تنزل تحت تشوف الدول اللي تشملها، أعتقد كل دول أوروبا تشملها. خلاص تنزل تحت شراء، يلا خلص حمل. بعدين تختار طريقة الشراء، تضغط تغيير هنا، تحط البطاقة، تحط بيانات البطاقة، بعدين إضافة، بعدين ترجع هنا بي تشتري. بعدين يجيك خطوات، هو يثبت نفسه بنفسه، يقول تريد التثبيت آلي ولا يدوي، أنت تضغط آلي ونكست نكست لين خلاص يثبت هو من نفسه. بعدين الآن بشرح لكم من إعدادات الجهاز. طيب، طريقة التثبيت بعد ما تشتري، فأنا شريت، تقال إلى تفاصيل، آه.
تضغط تثبيت البيانات. تثبيت. التالي. 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 تثبيت البقات الخلوية. متابعة. هنا تقدر تسميها أي اسم. هنا ممكن تخليه سفر. هذه في البداية اللي فوق هذا رقمك الأساسي، بعدين البطاقة اللي أضفتها. تابع السفر. تابع البيانات الخلوية. السفر استخدامك خط مفترض. خلاص الآن يقول تم التثبيت بنجاح. تروح الآن لإعدادات الجهاز، تروح خلوي، تحصلها موجودة تحت. لا تنسى تفتح تجوال البيانات، تشغل تجوال البيانات وتفعله، بعدين ترجع لرقمك الأساسي هذا اللي فوق، وهذه السفر هذه اللي أضفتها للبطاقة. قفل رقمك الأساسي وقفل بيانات الخلوية. إذا أنت بتقفل جوالك خلاص الآن تصير أنت تشتغل على بطاقة، على كرت السفر، ورقمك الأساسي خلاص موقف. طريقة سهلة. توجهت إلى قرية فولندام، قريبة من أمستردام، أحد القرى اللي في ضواحي أمستردام اللي ممكنك تزورها إذا معك سيارة أو بالقطار أو بالباص. قرية فولندام تسمى قرية الصيادين، وتشتهر بسكانها الهولنديين الأصليين. في هنا يخوت، في هناك جزيرة اسمها مارتن، ممكن انك تروحها بالسيارة وممكن انك تاخذ قارب وتزورها. دخلت هالمحل حق الوافل، تقول هذا افضل وافل اللي بالشوكولات. Thank you. وصلت جزيرة ماركن في هولندا، جزيرة جميلة وتستحق صراحة زيارة نص يوم. تجيها ممكن بالسيارة وممكن انك تجيها بأحد السفن في قرية فالندام. عودة بعد ساعة ونص، وفيه بعد ساعتين ونص باخذ جولة في الجزيرة. صراحة رايقة، جميلة مرة. هذا متحف جزيرة مارتن، يتحدث عن الهولنديين الأصليين، من عادات وتقاليد ولبس وأكل وصناعة. للأسف دخلت عندهم قالوا بنقفلها الحين.